Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tahiyyati li ra'isil majlisi wa duyufil mad'uni wa kibari syakhsiyati wal jami'ati habibati. Ana Muhammad Syahmi Aiman bin Ali, talaba bin Sinati al-Sinayati fil alaqati al-Luliyati fi jami'ati Malaysia Sabah. Sa'ulki kalimatan amatan bi'unwani ahamiyatu itima'i nizam bida'in mutawazi. Kama na'lamu jami'an annahnu ya'jibu anna kulli fardin ittaba'u nizaman bida'in mutawazin liyakuna da'iman fi halatan sihayatan. Hazali an sababa mu'azzamil amrodi allati wajihukal insanu yarji'u ila ala wamili tanawuli ta'ammi ghara al-sihayati li mulamati al-jami'at jami'i tu'adu Malaysia wahidatan min akhsara ashri du'alin fil alami tu'ani min siminati limaza yahduhu suhaza bisababi mawkifil malizin allazina la yuhibuna tanawula nizam gida'in mutawazi'in li ihtiyajati al-jismi بغض النظر عن أي شيء فإن ماليزيا بلد غني بمجموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة لكن الأيسر إذا لم يتم السيطرة عليها ستسبب أمراضا خطيرة مثل السكري والكلى وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وما إلى ذلك لذلك يجب تأكيد على الإنايات بتعمي حلال تحجم الأمراض. يتكون هذا النظام غذائي المتوازن من أطعمة غنية بالألياف التي يحتاجها الجسم مثل الخضروات. بالإضافة إلى ذلك يحتاج الجسم أيضا إلى الأطعمة غنيتي بالبروتين للإنتاجات تقاطي مثل الدجاج والأسماك والبيض وما إلى ذلك. يحتاج الفرد إلى معرفة درجة الحرارة الحرارية التي يحتاجها جسمه يوميا حتى لا يرافد في تناول سعرة الحرارية اليوم اليومياتي التي تسبب السمنة. لذلك نظمت وزارة الصحة الماليزية برنامجا نصف ربع الذي يشجع الماليزيين على تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية البروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات التي يحتاجها الماليزيون يوم يقول ليكون وما اجتمعا سهيلا. في الختم إن شاء الله بمثل هذا الجهد الصغير نعمل أن نتمكن من جعل ماليزيا مجتمعا سهيا ويمكننا أن نكون من بين التعالي الأشري في عالم تعاني من السمانة. إن هيتو حديثي معا وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.